18 للمهرجان الوطني لفن العيطة. لكل ذلك فإن مهرجان فن العيطة الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تنظمه وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع عمالة آسفي، له هذه السنة مجموعة من الخصوصيات. أولها أنه سيكون فرصة لإعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين مدينة آسفي ومدينة الفديريك الموريتانية التي تقع شمال موريتانيا على الحدود الموريتانية المغربية بصحرائنا الحبيبة. هذا مهرجان ديال العيطة كيكون سنويا، ثانيا زيادة على ديك عيد العرش ديال سيدنا، وانا فرحان جيت شاركت بدوري. انا يعني كنمثل العيطة ديال مدينة آسفي، انا معروف يعني الناس كيعرفوني انا ولد الصوبة، يعني حاجة معروفة هذه، وانا فرحان يعني وجيت شاركت في هذا المهرجان، والحمد لله داكشي راه مزيان تبارك الله. وهذا ما كنقول، ولكن فن العيطه هو نابع من الجذور العبديه، من يعني المهد ديالو هو ولا مدينه آسفي، لذلك كان التنظيم في مدينه آسفي، كان العيطه يعني عرفت بها مدينه آسفي، وهو كذلك من اجل ترسيخ هذا يعني هذا الفن، وكذلك من اجل ضمان استمراريته عبر الاجيال، وهو ما يفسره هو هذا التنظيم اللي تيكون ما بين الرواد في ساحه مولاي يوسف والشباب في ساحه محمد الخامس. Thank you.